النار والماء، الضوء والليل، الألوان والموسيقى، كل هالأشياء تجتمع في عروض الألعاب النارية. أمطار ذهبية تلمع، زهور نارية تتوهج وتضيء السماء. كانت صناعة الألعاب النارية معروفة في الصين في القرن الأول، وهم اللي عرفوا سر البارود، وبعدين استخدموها في الهند. وفي القرن السابع الميلادي عرفوا اليونان الألعاب النارية. شنو كانوا يستخدمون في الألعاب النارية؟ كانوا يستخدمون خليط من المواد القابلة للاشتعال والأملاح المؤكسدة علشان يحترق البارود الأسود على مهل، ولما يحترق البارود يولد غازات تنطلق بقوة، ولما يوصل الصاروخ إلى ارتفاع مناسب يلتهب ويتصاعد الشرار ويتناثر على شكل حزم ضوئية. الألعاب النارية عادة نشوفها في الأعياد، في المناسبات، في الاحتفالات، لكن في مهرجان عالمي تقيمه إسبانيا وتشارك فيه دول كثيرة. تعرفون شنو اللي سبب له الدوار؟ لأنه تحرك بسرعة. إجابة صحيحة لكن ناقصة. لأنه ما قدر يحافظ على توازنه. إجابة صحيحة لكن بعد ناقصة. أنا بصراحة ما أدري. يعني ما تعرفون. داخل الأذون ثلاث قنوات شوب دائرية ما لها علاقة بالسمع، وفي هالقنوات سائل حساس هو اللي يتحكم في عملية التوازن. شلون أستاذ؟ ما فهم. يعني لما الشخص يدور بسرعة وفجأة يتوقف، الجسم يتوقف، لكن السائل اللي في الأذون يستمر في الدوران. علشان كذي نشوف الأشياء حوالينا تدور حتى لو احنا نتوقف عن الحركة. هالعملية ما تستغرق إلا ثواني، بعدها يستقر السائل ونحافظ على التوازن. الذيب حيوان دائما يعاني. في حيوانات تعتمد على النباتات في أكلها فتقدر تتغلب على اليوع، لكن الذيب حيوان ما يأكل إلا اللحم، علشان كذي ما يقدر يأخذ كفايته في الأكل. أظن يقدر يتحمل الجوع لفترة طويلة. احتمال. الذيب يعتمد على الحيوانات البرية والطيور، وإذا حس بالجوع الشديد يهاجم حيوانات أكبر منه مثل الخنزير والحصان، وما يهاجم الإنسان إلا إذا كان غير مسلح. الذيب ما يامن على نفسه من ربع الذئاب، ومن عادة الذئاب انها اذا نامت تواجه بعضها. يقولون ان الذيب اذا نام يغمض عين واحدة بس، واذا مرض او انجرح تاكل الذئاب، لذلك يبتعد عنها ويلجأ الى مكان بعيد. من المعتقد
المعتقدات الشعبية القديمة إذا الإنسان التقى بذيب في الفجر تحتبس حنجرته ومن المحتمل أن يصير أخرس. وفي معتقد ثاني يقول أن الإنسان إذا شاف الذيب في الحلم هذه معناته أن واحد من أقاربه يخونه. تمر علينا أشياء نعتبرها عادية وما نهتم فيها، لكن نكتشف أن احنا ما نعرف أي شيء عنها. مثل شنو؟ أسامي المدن مثلاً لازم لها معنى بس احنا ما نعرفها. فعلاً في أسماء لها معنى أو وراها قصة. العراق مثلاً، عراق تعني شاطئ، وسموها العراق لأنها تقع على شاطئي دجلة والفرات. وطرابلس من وين جت التسمية؟ طرابلس في ليبيا بنوها الفينيقيين وسموها تروبلي يعني ثلاث مدن. وعندكم الأرجواي في أمريكا الجنوبية، أصل الكلمة أو معناها النهر الذي تكثر فيه طيور الأورو. إنزين ومدريد؟ أسفة ما عندي أي معلومة عن مدريد، يا ريت تدورين على هالمعلومة. تعرفون معنى الندى أو الطل؟ أستاذ، يمكن قطرات الندى تكون من الرطوبة. في أحد عنده إجابة ثانية؟ ما في؟ إيه، هي الله يسلمك قطرات صغيرة من الماء تتشكل لما يتكثف بخار الماء الموجود في الهواء. الناس ما فهموا ظاهرة الندى من العصور القديمة وحتى قبل 2000 سنة. كانوا يعتقدون أن الندى يطيح من السماء مثل ما يطيح المطر لكن بشكل خفيف. أنا بعد على بالي الندى ينزل من فوق. لا لا، الندى يتكون من الرطوبة. لما يكون هناك هواء دافي محمل بالرطوبة ويتصل مع سطح بارد، هالهواء يتكثف والرطوبة فيه تترسب على السطح على شكل قطرات صغيرة نسميه الندى. الندى ما يتكون على الأرض أو على شيء دافي، لكن يتكون على الأشياء الباردة مثل الأعشاب والنباتات. تقول الأسطورة اليونانية القديمة أن قطرات الندى هي دموع تسيل من عيون آلهة الفجر لتبكي كل صباح على ولدها اللي مات في الحرب.
يوميه انا اسال يوميه انا اسال قولوا لي شنو الحل أعرف لقد تأخرت مرة أخرى. اسمعني أيها الصغير، إذا كنت ستأتي عصرا فأني منذ الظهر أبدأ بالإحساس بالسعادة. كلما تقدم الوقت كلما ازدادت سعادتي، لكن إذا تأخرت فأني أبدأ بالانفعال والقلق. أما إذا كنت ستأتي في وقت غير محدد فأني لا أعرف متى يجب أن أكون سعيدا وملهوفا. من الضروري أن تكون هناك طقوس. ماذا يعني الطقوس؟ طقوس هي ما يجعل يوما يختلف عن بقية الأيام، وساعة تختلف عن بقية الساعات. هناك مثلا طقوس الصيادين، إنهم يرقصون مع فتيات القرية يوم الخميس، وبذلك يصبح يوم الخميس مختلفا عن بقية الأيام. ما بك؟ لا تبدو سعيدا. لا، لست سعيدا. هل حدث شيء سيء؟ علي أن أرحل اليوم. ماذا؟ لقد قال لك الثعلب، عندما يتآلف الاثنان يحتاج كل واحد إلى الآخر. هذا ليس خطأي. عندما تتعود على شخص أو شيء فمن الصعب أن تفارقه، تشعر بأنك قد انفصلت عن جزء من نفسك. أفهم ذلك، لكن هذا ليس خطأي. ماذا فعل الثعلب؟ أنا حزين وأشعر برغبة في البكاء. إنها غلطتك، لم أكن أرغب في إيذائك. أعرف ذلك. أنت من أراد أن نتآلف؟ نعم أنا. تستطيع أن تنساني؟ إذا لم تذكرني بك الشجرة أو تذكرني بك البئر أو الريح أو العشب فسوف أنساك. وأنت ماذا ستفعل؟ أنا لا شيء، قد أطارد أرنباً
وأتربص بدجاجة. قد أهرب من إنسان. علي أن أذهب. هل يمكنك فعل شيء من أجلي؟ طبعا. ما هو؟ أريدك أن تذهب إلى الحديقة وتشاهد الورود هنا. ماذا؟ نفذ ما أريده منك ثم عد إلي. سأفعل. فيما كنت تفكر وأنت تتأمل الورود؟ لقد فهمت ما كان يريده الثعلب. ماذا كان يريد؟ أن أفهم شيئاً واحداً فقط. ما هو؟ أن وردتي هي الوحيدة في العالم، ولا وردة هنا تشبه وردتي. فلا أحد تآلف معكن. أنتن بالنسبة لي كما كان الثعلب الذي يشبه آلاف الثعالب، لكنه صار صديقي، وهو الآن الأوحد في العالم. إن أي شخص يظن أن وردتي تشبه غيرها من الورود، لكنها الوحيدة الأكثر أهمية بالنسبة لي، فأنا الذي أحميها وأسقيها، أنا الذي أنصت لشكواها وأكاذيبها ودموعها. هذا لأنها وردتي. هل ذهبت إلى الورود؟ نعم. وماذا قلت لها؟ قلت لها إن وردتي هي الوحيدة في العالم. نحن لا نرى جيدا إلا بالقلب، فالجوهر لا تراه العين. الجوهر لا تراه العين. الوقت الذي كرسته لوردتك هو ما يجعلها هامة وثمينة جدا. الإنسان ينسى هذه الحقيقة، وعليك ألا تنساها. أنت مسؤول إلى الأبد عن وردتك.
وداعا. وداعا يا صديقي، اهتم بنفسك.